اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفات كده جديده ومختلفه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بسرعه وتقولوا رايكم ايه. عايزه افكركم واقول لكم ان انا الهوا بتاعي بقى يوم الاثنين والاربع ان شاء الله الساعه 10 الصبح. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف مقادير اول وصفه هنعمل النهارده. وصفه قرع عسل، بس قرع عسل حادق. دايما بقول قرع العسل، حتى لما كنا بنعمل حلقات البلاد كنا شايفين قرع عسل بيتحط مع الكسكسي ومع الرز، بيستخدموه في الحاجات الحادقه، فهو طعمه من الحاجات الحياديه اللي تنفع حلو وتنفع حادق. فالنهارده هعمله حادق بطريقه جديده ان شاء الله تعجبكم. معانا النهارده قرع عسل مسلوق ومهروس، جبنه تشيدر احمر واصفر، بيض، بقسماط، بودره ثوم وبصل، لحمه متعصجه وجاهزه بالبصل والبهارات والتوابل، كريمه ولبن، ثوم مفروم، زبده، وبس كده. طيب اول حاجه بقى هنعملها ان انا هجيب بيضه. انا بقيت احشر كده البيض في جوه الاكل عشان نستفيد بيه، بالذات الناس اللي ما بقتش تاكل مثلا على الصبح بيض مسلوق، ممكن يقعدوا بالاسبوع ما ياكلوش بيض طالما ما عندناش حساسيه من البيض. ف يعني مفروض على الاقل ناكل البيض 3 مرات في الاسبوع، فانا بقيت ايه احطه كده جوه الاكل عشان نستفيد بيه. طيب اهو نقلب كده، نحط بودرة الثوم والبصل والتومة وحبة الزبدة كده، معلقتين كبار زبدة، دي زبدة انا مسيحاها بس، لبن كده اهو، ابتدي احط بقى القرع. دايما لما بقول قرع كده من غير قرع عسل بحس ان انا ايه هقول حاجه مش حقيقيه. دايما يقول ايه دايما بيشبهوا القرع بالحاجه اللي هي مش كدب بس على الاقل تحوير يعني. طيب هنقلب كده معاها بقى اللحمه المفرومه. بصوا كل ده مع بعضه كده، بصوا عايزه اقول لكم طاجن تحفه تحفه تحفه، هيعجبكم قوي. وشايفين البيضه اصلا ما بانتش ولا نقول ان احنا حطينا بيض، طالما حطينا عليها توابل مع اللبن او نقطتين خل نعرف على طول انها مش هتزفر خالص ولا هتبان حتى، بالعكس هتديني هشاشه كده وطراوه للوصفه. نحط بقى كده الجبنه اهو، هنا كمان نحط من الجبنه، ورشه من البقسماط عشان ايه يخليها ماسكه سنه صغيره، ونحط برضو ايه ربع كوبايه كريمه يعني. بس كده بقت جاهزه. نجيب ده كده مفيش فرشة، هنحط كده معلقة من السمنة أو الزبدة اللي أنا كده مسيحاها مع رشة من البقسماط عشان ما تلزقش وتطلع كده الخرطة حلوة. بس أحطها بقى كده، بصوا سهلة جدا مفيهاش أي حاجة. كده
عشان بس تعمل ايه زي وش خفيف كده من، هنستناها بس لحد ايه ما الوش يتحمر. ايه رايكم بقى؟ بصوا خلصت كده بسرعه جدا، نطلع فاصل نرجع بقى، انا في الفاصل هحطها في الفرن ونرجع ان شاء الله نعمل الوصفه الثانيه معانا النهارده. هنعمل النهارده سمبوسك بحشوه البيتزا، وهنعمل كمان سلطه بنجر. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل دلوقتي طاجن قرع العسل باللحمه المفرومه في الفرن. تعالوا مع بعض بقى نشوف السمبوسك النهارده عاملاها بحشوه هتعجبكم جدا جدا، عباره عن هوت دوج زيتون اسود واخضر، مكعبات طماطم، جبنه موتزاريلا، بصل اخضر، فلفل اخضر، صلصه، مايونيز، سكر، ثوم، زعتر، بابريكا. طيب هشوف بس اول حاجه هبقى محتاجاها الصلصه والبابريكا والثوم والسكر والزعتر والطماطم. دي ايه؟ ده اللي هنحتاجه دلوقتي. هحط مكعب من الزبده او معلقه من الزيت زي ما انتوا عايزين. خلاص هحط معاه ثوم. انا بحب صوص البيتزا جدا اللي انا بعمله ده، اللي هو ثوم مع صلصه مع زعتر، بجد بحب الصوص ده جدا. كده اهو، اهو نقطع كده الثوم والثوم بالذات بقى، انتوا على حسب بتحبوا ثوم كتير بتحبوا ثوم قليل. يعني انا مقطعه 4 فصوص ثوم، ممكن حد يقوم مقطع فص واحد كفايه. ماشي، انا بحب الثوم الزياده في الاكل. خلاص كده نقلب بقى، استناها كده ايه احط بقى الزعتر مع الثوم واقلب. طلع معلقة زيت كده، خلاص احط بقى مكعبات الطماطم واقلب. رشة السكر بتديها طعم حلو قوي. فلفل اسود، ملح، واقلب كده. الريحه بقى عايزه اقول لكم حلوه جدا 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 جدا، يعني ريحه مكعبات الطماطم مع الثوم والزعتر ومكعب الزبده حلوه قوي. هنجيب دي كده بقى، هحط الزيتون مع الزيتون مع البصل اهو مع الفلفل، وده انا مش عايزه احطهم في ال، مش عايزه احطهم على النار، انا عايزاهم يبقوا فريش كده عشان يقرمشوا. خلاص مع الجبنة الموتزاريلا هقلب كده. خلاص نقلب كده،
نحط هنا بقى ايه صلصة الطماطم، مع البابريكا، وأقلب. مع كده ايه حبه ميه صغننين جدا، يعني ربع مع ربع كوبايه ميه. احط دي بقى عشان ابتدي اوريكم بنحشيها ازاي. بس خلاص بقت جاهزه كده، نحط لها بقى كده الهوت دوج ونقلب. كده اهو نحط لها بقى جزء كده من الحشوه، ونقلب. بس ونجيب بقى شرايح عجينة السمبوسك، نجيبها كده اهو. يعني انا جايبة المايونيز، لو حطينا معلقة مايونيز هتبقى حلوة وطرية. هوريكوا واحدة كده وواحدة كده، يعني اهو نجيب كده اهو دي مثلا بالمايونيز، نقلب. اجيب كده السمبوسك واعمل كده ايه الحشوة. كده اهو كده، واجيب دي بالمية، نشا بالمية اللي موجود، واعمله كده واقفلها. خلاص نجيب بقى واحدة كمان. نحشيها من غير مايونيز كده اهو. اهو كده كده ونقفلها. نعمل واحدة كمان، نعمل واحدة برضو من غير ايه مايونيز اهي. كده كده. طيب معانا زيت بقى هنا، وانا اصلا عاملة شوية كده نسخة. ابتدي احطه كده في الزيت، طب هستنى الزيت لا هو ابتدى يغلي يعني. نطلع فاصل، هكون قالت لكم شويه السمبوسك ده، ونرجع من الفاصل نعمل سلطه البنجر. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، دلوقتي هنعمل مع بعض سلطه سهله وبسيطه جدا، وكلنا بنحب البنجر، بس النهارده هنعمله بدريسنج مختلف شويه. هيبقى عندنا بنجر مكعبات مسلوق، وبطاطس مكعبات مسلوقه، وكمان جزر مكعبات مسلوقه. خلاص انا بس هجيب بوله ثانيه، نلخبط النواشف مع بعض، وبصل نحط كده البصل، خلاص نحط
الشبت، نحط البطاطس، نحط الجزر اهو، نحط البنجر، ريحة البنجر حلوة قوي، ونقلب نقلب كويس قوي. انا هنا هو بقى السمبوسك، بس عايز تتقلب، لا لسه شوية ماشي. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هنحط معلقة السكر البني مع الخل البلسمك مع الزعتر مع الملح والفلفل والزيت. يعني لا ممكن بلاش زيت بما ان في ايه، بما ان في مايونيز وكده فخلاص بلاش زيت، لكن لو هنعمله من غير مايونيز ومن غير مايونيز نحط زيت. خلاص نحط معلقه من الملح، رشه فلفل اسود، ونقلب، نحط الزبادي ونقلب كده، نحط المستردة، مستردة وزبادي وخل بلسمك، التلاتة كده مززين فبيبقوا حلوين جدا جدا جدا. خلاص هيكسرهم بقى كده المزازة دي الايه، المايونيز، تلات معالق من المايونيز. الدريسنج ده هيعجبكوا قوي. نبص كده على السمبوسك، نقلبها بقى كده، ونبتدي بقى نحط كده الدريسنج. ونقلب، ويا لو بيتناها كده يعني ليلة او ساعتين قبل ما تتاكل. الحاجات دي بالذات لو قعدت ساعتين في التلاجة قبل ما بتتاكل بيبقى طعمها احلى بكتير ما اول ما اعملها تتاكل على طول. في حاجات فعلا لما بتريح زي العجين كذا حاجة لما بنريحها بيبقى طعمها احلى بكتير. دي من الحاجات اللي لما بترتاح بيبقى طعمها احلى بكتير. خلاص طيب نسيبها كده على جنب، ادقها بس كده اشوف ايه، مش ناقصه اي حاجة ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة. ابتدي بقى اطلع السمبوسك اهي اتقلت. بصوا بصوا لونها جميل ازاي. نحط الباقي كده، بس ايه رايكم بقى نطلع فاصل تكون بقيه السمبوسه اتقلت، وكمان نحط السلطه دي، هجيب طبق احط فيه السلطه، ونبص كمان على القرع عسل. خليكم معايا. انا كده خلاص قليت السمبوسك اهو، وحطيتها كمان في الطبق، هطلع كمان الباقي اهو. دول خلاص بقى ايه، زيادة. بصوا ارش عليها بس كده ايه
بقدونس بيديها منظر حلو ونقدمه كده. قدمنا اول حاجه النهارده السمبوسك اللي بحشوه البيتزا اللي رجع مع بعض. عملنا فيها ايه؟ حطينا توم مع زعتر مع زيت خلاص، وشوحناهم كويس. بعدين حطينا عليها مكعبات طماطم، قعدنا نشوحها كويس قوي مع رشه من الملح والفلفل الاسود. وبعد كده حطينا معاها صلصه طماطم، لما تسبكت شويه حطينا لها رشه سكر. وبعد كده قلبناهم كويس قوي، ولما تسبكت طلعناها. كنا بقى بنقلب الموتزاريلا مع الزيتون مع البصل الاخضر مع الفلفل الاخضر مع الهوت دوك. تعالوا مع بعض نشوف الفرن كده. يعني خلاص فاضل له ثواني كده ونطلعه. وقلبناهم كويس قوي. وبعد كده كنت حاطه مايونيز على جنب، يعني لو حابين تزودوا مايونيز معلقه المايونيز بتطريها جدا، بتبقى عامله كده زي الجبنه الكريمي. لو مش عايزين بتتحشي بالطريقه دي. تعالوا مع بعض كده نشوف واحده ونفتحها سوا. اهو بصوا عامله ازاي، حلوه جدا جدا جدا. خلاص طيب ادوقها. ماشي. حلوه قوي، كنا بناكل بيتزا بالظبط. طيب دي كانت ايه؟ السمبوسك. السلطه بقى تعالوا نشوف كده. السلطه انا حطيتها في طبق التقديم، هحط بس كده ايه بقيه الدريسنج، هرشها كده عليها عشان ايه لونه مختلف عن السلطه، فعشان كده ايه انا سيبته كده. وهنا في فلفل تشيلي اللي يحب ان هو يزود، وممكن نرش رشه خفيفه من البقدونس. خلاص نراجع على السلطه كمان. عملنا سلطه النهارده بنجر مسلوق، بطاطس مسلوقه. والبطاطس لما نسلقها ما نسلقهاش، يعني البنجر لما نسلقه والبطاطس ما نهرهمش قوي، لا نخليهم طراي بس يبقى فيه قرمشه كده، بتدي طعم احلى بالذات لما بتبات في السلطه دي بتطرى اكتر. مكعبات من الجزر المسلوق والبطاطس المسلوقه والبنجر المسلوق. الدريسنج كان عباره عن زبادي ومايونيز ومستردة وسكر وخل بلسمك وملح، قلبناهم كويس قوي مع بعض وحطيناها على البصل والشبت والبنجر والجزر والبطاطس وقلبناه. وزي ما قلت كل ما تقعد في التلاجة كل ما تدينا طعم أحلى بكتير، على الأقل ساعة في التلاجة قبل ما ناكلها. طيب نطلع القرع من الفرن، نطلعه بقى من الفرن، نشيلها كده من الفرن، يعني سخنة جدا جدا. بصوا الجمال بقى، جميلة جدا. بصوا فظيعة فظيعة بجد، طرية وطعمها حلو قوي. وانا يعني احب اغمسها بالعيش كده، احب ان انا اكلها بالعيش. طيب ارش عليها كده رشة من الشبت عشان حتى واحنا بناكلها كده نستفيد بالخضرة اللي احنا ايه حطيناها. وازوقها كده بما اننا عندنا فلفل كده ازوقها بيه. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، بسيطة وسهلة جدا، وشايفين الوصفات بسيطة قوي وحلوة. بنجدد في وصفاتنا بطريقة مختلفة، سلطة بنجر عملناها بدريسنج جديد، حشوة البيتزا عملناها بشكل جديد في السمبوسك، القرع عسل قدمناه بطريقة جديدة خالص مع اللحمة المفرومة، متهيألي محدش كان عنده الجرأة ان هو يجربها، يعني يقول ايه ده، لا بجد طعمها حلو قوي قوي. تعالوا كده نحطها بس في السفرة، على السفرة كده. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وصفات النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.